لدى لوري اليوم موعد مع أودو دوروشي خبيرة التجميل. مرحباً. أهلاً. كيف الحال؟ بخير. هل سأكبر بالسن؟ نعم. إلى أي عمر سأتقدم؟ 70 أو 80. وننطلق برحلة تحول لأكثر من ساعتين. بداية وضعت أودو مادة اللاتكس السائلة على وجهها، لكن لماذا؟ سنبرز تجاعيد الجبين، يجب أن يكون شفافاً كي يظهر جافاً تماماً، لذا أسحب الجلد بشكل موازن للتجاعيد، ثم أضع البودرة وأبدأ في التجعيد. سأسحب ثم أقوم بالتجعيد. إنها تنشئ التجاعيد عن طريق طباعتها في مادة اللاتكس. انظروا، عيون لوري محاطة الآن بالتجاعيد والتي تظهرها في سن 40. هذا غريب. ستعمل أودو على تفاصيل الوجه الآن، إنها تستخدم أحمر الخدود والمكياج. هناك نقطة قوية تتوافق مع أعمق جزء من الثلم، ثم أتحرك قليلاً للأعلى لإنشاء حجم التجعيدة وإظهارها. كما الرسم، يبرز حد التجاعيد بلون داكن على وجه لوري، ولإعطاء انطباع بالترهل تجعل جفنيها يتدليان عن طريق رسم حركات للأسفل باستخدام أقلام الرصاص. اكتمل تحول لوري تقريباً، لون الشعر المستعار والحواجب، وتحولت ملكة جمال فرنسا إلى جدة جميلة.